السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. بقى لي فترة ما بعملش فيديوهات، بس انتوا وحشيني جدا 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 جدا. كل سنة وانتم طيبين، واحنا في عام 2023. مش عشان حاجة، بس انا هقول لكم على النقطة. احنا بدأنا اكس كوين كاش في 2018، احنا النهاردة في 2023 ولسه الموقع زي ما هو ومكمل معاكم ان شاء الله. فبرحب بكم في فيديو جديد. احنا جايين لكم النهارده عشان نقول لكم مش اكس كوين كاش بس. النهارده في اكس كوين كاش بل عندنا اكتر من متجر واكتر من نوع دفع واكتر من طريقه دفع، الا ان النهارده جاي اوضح لكم ازاي تقدروا تدفعوا، اوضح لكم ايه هو تحديث البيانات، اوضح لكم ايه هي النظام الجديد، واسمع منكم افكاركم ونطبقها انا وفريقي كله تحت امركم وتحت افكاركم، لان احنا كلنا هنا عشان هدف واحد، ان احنا نربط بين عميل واخر واحنا في النص الوسيط. تمام؟ فعشان كده لازم يكون في بيننا مصداقيه وثقه وامان. بدانا من 2018 وطلع ناس كتير جنبنا، بس في الاخر وقعوا وما زلنا احنا موجودين. ليه؟ السوق صعب، سعر الدولار غلى، سعر الجنيه، تعويم الجنيه، مش عارف ايه، ولكن في الاول وفي الاخر احنا لسه اقوياء ومكملين. يبقى اكس كوين كاش هو رقم واحد، وانتوا عارفين اللي هو رقم واحد. لو كتبت في جوجل او في اي مكان، سيبك انت من اليوتيوب والاطفال اللي بتطلع تهوى والكلام ده، بل بالعكس احنا عندنا ناس قوية جدا، ومشكورين اصحاب القنوات القوية اللي شرحوا موقعنا. ما شرحوهاش عشان مبلغ ولا عشان كذا، لا، شرحوها عشان المصداقية، عشان يوصلوا الفكرة بتاعتنا لكل الناس. النهاردة انا جاي اقول لكم ان بدأنا في عام جديد بطريقة جديدة، بدأنا بطريقة كويسة اللي انا هشرحها لكم دلوقتي، فتعالوا معايا. زي ما انتم شايفين اكس كوين كاش اتغير شوية واتغير شكله، اتكلمنا وفكرنا وحاولنا ومش عارف ايه، ولكن لسه ما وصلناش. عشان كده انا النهاردة طلع بالفيديو عشان اسألكم، هل انتم عايزين بطاقات جوجل بلاي؟ هل انتوا عايزين بطاقات بلاي ستيشن؟ هل انتوا عايزين، لان مصر دلوقتي بقت صعب اللي انت تشتري بالفيزا كارت بتاعتك خارج جمهوريه مصر العربيه. عشان كده احنا وفرنا لكم خدمات على متجرنا اللي هو اكس جيم شوب. اكس جيم شوب اللي انتوا عارفينه يا جماعه هو متجر موجود بيبيع، تقدر تشتري منه جميع المنتجات زي جوجل بلاي، فري فاير، وايتونز، و ايباي، وامازون، وفورتنايت، وجواكر، وكمان نتفليكس، ويعني حاجات كتير جدا. وان شاء الله الجديد اللي هنخشه ماني جو، ان شاء الله بنتفق معاهم عشان نكون احنا وسيله لدمج او ايصال بيننا وبينهم. تمام تمام. يبقى ايه الجديد ان شاء الله اللي حضرتك النهارده لو انت كنت رافع مستنداتك في اكس كوين كاش في 2022 او 2018، في 2023 لازم ترفعها عشان نظام تحديث البيانات، يعني من 2023 نظام تحديث البيانات. اي عميل بيعمل عمليه او يعمل تحويل او يشتري خدمه من داخل الموقع، بيتم عمل مونيتوريشن او مراجعه على هذا العميل من الالف للياء عشان نعرف هو مين وبيعمل ايه والكلام ده. ولكن احنا عندنا برايفسي، عندنا قانون الخصوصية الخاص بموقع اكس كوين كاش اللي هو بره جمهورية مصر العربية خالص. يعني انتم بتشتغلوا في، زي ما انت بتروح البنك تقول له انا عايز احط، بس الكلام ده في اوروبا طبعا، انا عايز احط المبلغ ده، مفيش حد بيعرف، لان الخصوصية اسمها قانون الخصوصية اللي هي كل واحد وليه خصوصياته. لذلك احنا بنطلب من الناس اللي بتستخدم خدمة فودافون كاش او سمارت وولت او بنك مصر او بيم وولت او بريد موب اللي هم يستخدموا خدمتنا في على فودافون كاش. مش عايز تستخدم، خليك مريح بالك ومريح عقلك وتخش على اكس جيم شوب تعمل شحن بالفيزا بتاعتك. ازاي؟ هتولد فيزا من خلال فودافون كاش او اي شركه، وبتعمل الفيزا وبتخش تشتري المنتج بتاعك في الفيزا، مريح عقلك، او بنقولها بالمصري برينس. تمام؟ فالموضوع دلوقتي قدامك حل او اتنين، مش بس في مصر بل في مصر والجزائر. احنا عملنا حاجة جميلة والحمد لله، احنا اول موقع واول شركة مصرية موجودة اونلاين تقدم خدمات بالفيزا كارت في مصر وكمان الجزائر. في الجزائر تقدر تدفع في خلال البطاقة الذهبية والفيزا كارت وبنك السي اي بي من خلال متجرنا اكس جيم شو. ومش بس كده، تتواصل معانا وتدينا رقم العملية وهتلاقي ان في فريق دعم عندنا اكتر من واحد دلوقتي وواحدة موجودين في فريقنا.
لذلك فاحنا الافضل. سامحوني عشان نقفل عشان احنا نسينا التليفون. تمام. طيب يبقى تحديث البيانات نظام الريالتي او التسويق بالعموله. نظام التسويق بالعموله رجع بونس وجيف اواي. بونس وجيف اواي يعني هدايا. هدايا احنا مش بنديك هدايا عشان تقول احنا عايزينك تعمل فيديو وانت بتعمل ايداع وانت بتعمل سحب وانت بتشتري منتج وتتواصل معانا تقول لنا انا عملت هذا الفيديو ليكم عشان اوري الناس مصداقيتكم. يبقى انت بتوريهم وتوري العملاء وفي الاخر بتقدم الملف بتاعك زي ما انتم شايفين هنا بتعمل على فيديو على اكس جيم شوب او على اكس كوين كاش وبتقول الهدايا معاك بالروبل وبالجنيه المصري. فبتقدر تعمل فيديو كل شهر لو انت عايز، كل يومين لو انت عايز، تقدر تصنع المحتوى بتاعك وتتواصل معانا وتعمل الفيديو بتاعك. تواصل معانا بطريقة سهلة، عندنا شات، عندنا اكتر من طريقة. طيب ايه الجديد كمان عندنا؟ ان شاء الله بنحاول نعمل حاجة نظام ستيكينج او نظام استثماري، بس مش نظام هايب او كده، لا احنا بنخليك تستثمر اموالك بمبالغ وربح مش عالي لمدة 60 يوم مثلا، ممكن توصل ل10%، ممكن 5%، ممكن 15%، اللي احنا ان شاء الله هنعمل هذا السيستم. فانتوا تعرفونا سواء الفيديو في الفيسبوك تكتب تعليقك او في القناة بتاعتنا تقولوا رأيكم ايه، تقولوا انتوا عايزين ايه، تتواصلوا معانا، لان احنا بدونكم مش هنكبر وانتوا معانا لازم احنا الاثنين نمشي في طريق واحد عشان نكبر كلنا. يا جماعة احنا ليه بنروح للروس ولا بنروح للأوكراين ولا بنروح للهنود ولا بنروح للبنجالة ولا بتخش على واحد وسيط على الفيسبوك بيضحك عليك وبيقول لك اللي هو هيبيع لك مش عارف كذا بكذا ويتخدع؟ لا لا يا جماعة، انتوا لازم تكونوا خلاص احنا في 2023، يعني ان السيستم اتغير، لازم انت بتخش كمعزز مكرم تخش. احنا ليه بنطلب بياناتك ولا بنطلب مستنداتك؟ علشان انت لو دخلت النهاردة برقم او بالتاني او بالتالت، راجل محترم، راجل قدم مستنداته ومكمل معانا ومكمل، خلاص انت عندك خط واثنين وثلاثة. لكن انت النهاردة هتعمل نفسك مفتح وتكون مغربي ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا مصري، حتى كلنا يعني اخوة، ولكن انا مش قصدي حاجة، وتخش تعمل مفتح وتقول له هديني الرقم مش عارف. هتجاب هتجاب ازاي؟ هنعرف، لان احنا خلاص من 2018 ل 2023. لذلك يا شباب اكس كوين كاش موجود، واكس كوين كاش النهاردة طالع يقول لكم ادونا افكار جديدة، ادونا افكار جديدة، ادونا افكار جديدة. لو انت دخلت النهاردة احنا بنبرمج في اكس جيم شوب برمجة قوية جدا، اللي انت تقدر تعمل، تقدر تبعت فلوس يعني تشحن تليفون لواحد في امريكا وانت قاعد جوه بيتك، تقدر تشحن، تقدر تشتري كارت، تقدر تعمل اللي انت عايزه. احنا خلاص، احنا خلاص تدامون يعني، احنا خلاص احنا الحمد لله. لذلك عايز اعرف رأيكم، عايز اعرف رأيكم، لان رأيكم يهمنا جدا، رأيكم يهمنا جدا. هتقول لي ما فيش، الطريقة سهلة جدا يا جماعة، ده احنا كمان عملنا لكم بنك مصر. من بنك مصر تقدر تستلم، او يعني انت بتبعت، مش بس بنك مصر، هو جميع بنوك الدنيا كلها اللي احنا هنعملها لكم النهاردة في السيستم او بكرة، هتلاقي ان انت اي بنك داخل مصر، مش هنسميه بنك مصر، بنك داخل مصر تقدر تبعت من داخل. هتفرق ايه ان احنا لو انت بنك مصر هتوصل في الحال، لو بنك تاني هتوصل 3 ساعات كحد اقصى 24 ساعة، بس انت راجل محترم معزز مكرم قاعد بتعمل تحويل بنك لاسم واحد رقم بنك، مش كلام من ده. يا جماعة لو حد قال لكم تعالى هبيع لك الدولار مش عارف ب25، روح بس ما تعيطش، بس ما تعيطش. تمام. فانا بس حبيت امس عليكم وحبيت اقول لكم ما تنسوش حاجة مهمة، احنا عاملين حاجة حلوة قوي اسمها حملة شنطة رمضان. الحياة بقت صعبة على كل الناس، الحياة بقت صعبة على كل الناس، كل ما عليك احنا الشنطة هتكلفنا 100 او 200 جنيه بحيث نقدر نضمن ليه كم عيلة ناكلها في رمضان. يا جماعة ده ثواب عند ربنا كبير. لو انت سبت 100 جنيه، لو انت سبت 100 جنيه 200 جنيه 10 جنيه، انت فدت شخص، دخلت الجنة، اكلت شخص في شهر رمضان. تخيل انت خسرت فلوس قد ايه، تخيلوا احنا خسرنا فلوس قد ايه. جاء الوقت اللي احنا بنزكي بحاجة بسيطة جدا ولكن في الاخر هتساعدك الحاجة دي.
ان شاء الله هنعمل لكم بوت تداول، بوت تداول لعملاء اكس كوين كاش اللي هم موثقين، مش على باينانس عشان ما اكذبش عليك، ولكن هنكون على منصه تانيه وهنساعدك اللي انت تربح. قولوا لي تعليقكم ايه، مش عايزينكم تروحوا تستثمروا في مواقع نصابه وتروحوا تخسروا فلوسكم، احنا عايزينكم تكبروا وتنجحوا وننجح معاكم. ارحب بيكم وارحب بافكاركم. الفيديو ده انا بشرح لكم حاجه سريعه كده، ومنتظر افكاركم الجميله. اشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.